وانا كده بصور صح ولا كده يعني؟ ولا طب الشمس كده هي اللي صح ولا انا المفروض اقف كده؟ طب ما احنا نقول طب ماشي، انت بتصور يا فريد. طيب النهارده نازلين نسال الناس عن يوم الكاميرا العالمي اللي هو كان امبارح اصلا. هنعمل ايه؟ هنجيب معانا مصور اسمه فريد قط. الراجل ده فعلا مش عشان هو شغال معايا وانا بحبه وكده، الراجل ده فعلا من اهم مصورين مصر. هو اللي صور الصوره دي واللي صور الصوره دي واللي صور الصوره دي. الراجل ده هينزل يعلم الناس في الشارع يعني ايه تصوير، ويقول لهم يعملوا ايه صح ويعملوا ايه غلط، ويقفوا ازاي، ويصوروا بالعرض ولا يصوروا بالطول. الراجل ده اتفرجوا للفيديو للاخر عشان تتعلموا تصوير يعني تستفادوا منه بمعلومه. تعال نشوف فريد قط بيعمل ايه. احنا دلوقتي معانا استاذه شهد فرق، هي بتقول انها مصوره مشهوره في لندن وبتاع، بس احنا معانا الاقوى يعني. طيب استاذه شهد، انت عارفه ان النهارده اليوم العالمي للكاميرا؟ لا مش عارفه. اطلب منك طلب ظريف كده دلوقتي، طلع موبايلك وصور اي صوره، شايف اي حاجه من اللي انت شايفها دي صورها دلوقتي. احلى صوره، احلى صوره، ده من وجهه نظرك يعني. تعالى يا فريد. تمام الحمد لله. احنا بس النهارده هنديك حبه نصايح. طيب خلاص، بس بس كبر علي الصوره اشوفها. طيب انت الصوره دي ايه الهدف منها؟ لا انا هقول لك اول صوره عشوائيه. تمام، بعد كده اي صوره هتصورها لازم يكون لها هدف. اي صوره هدف بتصور ايه؟ ليها منظور. تمام، ده رقم واحد. الصوره دي متصوره في توقيت غلط. طب ليه؟ هقول لك ليه. ليه؟ لما تيجي تصور او حد يصورك تحاول تدور على المكان اللي فيه اضاءه. طيب انت متصور، انت متصور عكس الاضاءه، فانت هنا وشك مش باين. صحيح. هديك مثال. اديني مثال. اديك مثال، مثلا ادي الموبايل مصدر اضاءه من هنا. طيب فانا الضوء جاي كده، فانت بص كده، بص انا وانت وشنا ازاي كده، بص بص نور ازاي الضوء. لا انا والله نصبر. طيب. عملنا كده، بص عكس الاضاءه. ان احنا وشنا مش واضح اكتر وانت بتصور في الموبايل. حاول بس يعني ايه تحدد انت هتصور ايه وتركز على انت هتصوره. ماشي، وتحاول تصوره بكادر مختلف، وتحاول لما تيجي تصور حدد انت عاوز النت بتاعك فين، يعني انت واضح. تمام. انت بلو. بص ازاي، حاول تصور كده، دول مشكله. هتعمل كده هتلاقي الصباع ده دي عند الكاميرا وايه، هتكون صباع خالص. خلاص قصدك شكل ايه؟ فريد. حاول بقدر الامكان وانت بتصور مثلا في مكان فيه اضاءه يعني ايه من غير الفلاش. الفلاش بيتم استخدامه بس في الحته اللي ما فيهاش نور. لما تيجي تصور مثلا فيديو بالموبايل، خلاص الموبايل فيديو، تحاول قدر الامكان هتصور الفيديو بالعرض مش بالطول. تمام ده صح، انك انت العين بالعرض مش بالطول خالص. أيوة. ده رقم واحد. اتنين، تحاول انك انت تبقى انت ايدك ثابته، الايد ثابته جدا وانت بتصور، بحيث انك انت لو في اي هزه ما يعني ما تحسش، ما تبقى يعني اهي هتبقى في الصوره مش بقى. تمام بس ده غلط. بصي انت هنا عندك الموضوع بتاعك السبجكت البيرسون صح؟ بصي لو عملنا كده كل ده عندي كتله فراغ انا مش عاوزها في حاجه. بص كده اختلفت تماما الصوره دي. كلام مصوري صح. تكسب مسابقات. نعم صح صحيح تكسب. مثلا انا كمان اخذت لك اكثر من فوتو في المكان. حلو قوي.
الصوره عصفور. تديني كام؟ اديكي في الصوره دي اديكي في الصوره دي 7.5 من 10. We'll be right back.